هاي اليوم رح نحكي عن وظائف البايسبس وكيف بيشتغلوا. هلا البايسبس هن مألوفين من اثنين بارتس مثل ما اسمهم بيعني، بايسبس يعني اثنين، عنا اللونج هيد وعنا الشورت هيد. اللونج هيد هو جاي من هون، الشورت هيد من جوا. هلا البايسبس عنده اثنين اوريجن، يعني كل واحد منهم ببلش من مطرح معين على الرفش او السكابيلا اللي قلنا، بس اثنيناتهم بيخلصوا بمطرح واحد تحت الكوع اللي قلنا على الراديوس. هلا وظائف البايسبس عنده كذا وظيفه. اول وظيفه هي سوبينيشن مثل ما عم نفرجينا بطرس. ثاني وظيفة هي فلكشن للقلب. ثالث وظيفة هي فلكشن للشولدر. هلا كمان رح نحكي عن وظائف البايسبس المساعدة، عنده سينرجيستيك رول او دور مساعد. بطرس هلا رح يمسك الدمبلز وحيفرجينا كم تمرين بايسبس بيساعد فيه. اول تمرين هو الشولدر ابدكشن. هون اللونج هيد هي بيساعد عضلات الكتف انه يعملوا هذه الحركه. تاني موف هو شولدر هوريزونتال ابدكشن. فاذا هون الشورت هيد او البايسبس اللي من جوا هو بيساعد بهذه الحركه. اوكي، لازم نعرف شغله انه بكل الاكزرسيس اللي بنعمله للبايسبس بنشغل كل عضلات البايسبس، بس فينا نعمل فوكس معين على اي بارت من البايسبس بدنا نشتغل. اذا بدنا نشغل اللونج هيد او الشورت هيد، فاذا بدنا نشغل اللونج هيد فينا بوزيشن تبع الشولدرز هي بتقرر اي فايبرز فينا نشغلهم على الاقل. فاذا قعدنا على البنش هيدي الطريقه، اذا كان الشولدر لورا بهيدي الطريقه بنشغل اللونج هيد، نعمل فوكس اكثر على اللونج هيد. كثير منيح. اذا بدنا نشغل الشورت هيد بدنا نعمل فوكس اكثر على الشورت هيد، هو مثل ما قلنا البايسبس دائما عم تشغله كله، بس الفوكس اكثر بيكون على الشورت هيد. بنكون بهالطريقه بنكون الكتف لقدام، نعمل فلكشن للقلب 100%. هلا كثير مهم انه البايسبس نشغلها بكل البونز تبع سترينث كيرف. كثير اشخاص بيعملوا خطا انه بيشغلوا البايسبس برينج واحد، مثل ما فرجينا بطرس بيعملوا دائما بالاكس باربل كير او بيعملوا بالدمبلز بخلصوا بالهامر، كلهم هول يعملوا اوفرلود لرينج واحد بالبايسبس اللي هو الميد رينج. هلا نحن كثير مهم انه نعمل اوفرلود لللينثن رينج او لما يكون البايسبس بستريتش بوزيشن، مثل ما فرجيناكم على هذا التمرين. هون البايسبس بيكون ممدود، فالماكسيموم تنشن بتكون على البايسبس لما نكون بحاله ستريتش بوزيشن. كمان كثير مهم انه نعمل اكزرسيس ثاني بيعمل اوفرلود البايسبس بالشورتن بوزيشن او لما يكون مقلص على اخير البايسبس. بهذه الحاله مثل ما فرجيناكم بالاكزرسايز الثاني، هلا بطرس حيرجع يفرجيكم. مثل ما قلنا هون البايسبس بيكون كثير مقلص على الاخير. ليش؟ مثل ما قال بطرس بطرس قلنا باول فيديو انه البايسبس عنده فانكشن انه يعمل سوبينيشن فلكشن وفلكشن للشولدر. بهذا الاكزرسيس كلهم عم بيكونوا حاضرين، فكرمال هيك البايسبس بيكون مقلص على الاخر. وطبعا اخر شيء فينا نعمل الاكزرسيس بالميد رينج مثل ما كل العالم بتعمل، اللي هو بالباربل او بالدمبل سكيرز.